اهلا بكم طلبه مرحله الثانويه العامه. طبعا عايز اقول لكم حبايبي واحبائي طلاب الثانويه العامه ان الثانويه العامه دي ليس بعبع وليس خوف وليس مغامره، ولكن لها اسس وقواعد تؤدي الى الانطلاق. طبعا اهم حاجه في الموضوع طموحاتك. ايه هي طموحاتك اللي تخليك تتفوق؟ الطموحاتك دي هامة جدا، وازاي تحققها؟ ما تبقاش عابر في الثانوية العامة، بمعنى ان انت داخل الثانوية العامة مجرد كده انا دخلت تالتة ثانوي وخلاص. دي هامة جدا اوي، ولازم تكون جائزة للأسرة بتاعتك، وخاصة الأم اللي هي بتعاني منك ومنك في الثانوية العامة. دي هامة جدا، عايز اديلهم جائزة التفوق بتاعك. طب علشان اتفوق اعمل ايه؟ عشان اتفوق اشوف الخطوط العريضه بتاعت وزاره التربيه والتعليم. الخطوط العريضه لوزاره التربيه والتعليم زي ما موجوده عندنا في المركز القومي للامتحانات، تبص ليه كاتب لك، شوف بيقول لك ايه. دي امثله من الدليل بيستعين بها المعلمين لاعداد وسائل التقويم بانواعها وليست قيد. ليه؟ قال يمكن يبحثوا ويبدعوا ما يشاؤون. طب دي بتقيس ايه؟ قال لك بتقيس المعلومات والحقائق والمفاهيم والقوانين وتطبيقها. ده ايه؟ ده المركز القومي للتعليم، المركز القومي للتعليم والامتحانات. فلازم اخلي بالي من دي كويس قوي. دي واحد، ودي بتبقى مع كله يدرس، لكن الخبرات والفنيات ما تلاقيهاش الا نادرا جدا. دي واحد. الخط العريض الثاني بجانب المركز القومي ان هو قال لي في كراسه مفاهيم الطالب هياخدها. كراسه المفاهيم دي هامه جدا، فيها كل ما يخطر على بالك في كتاب المدرسه، لازم اتدرب عليها من دلوقتي. بجانب كراسه المفاهيم اسئله امتحانات الثانويه العامه، لان اسئله امتحانات الثانويه العامه ديت بتديني الخطوط العريضه للاسئله اللي هتجيلي في امتحان اخر السنه. وأضيف إلى ذلك الكتاب. هيجي طلب يقول لك طب احنا ما معناش الكتاب. الكتاب ده قد يكون الأستاذ بتاعك متخصص وعبقري وماهر، يكون قرا الكتاب وعمل ملزمة، لأن معظمهم بينقل الملازم بتاعتهم يا إما من كتاب خارجي، وصاحب الكتاب الخارجي صرف آلافات وملايين على إن هو يعمل كتاب خارجي مبدع، وهو خد الافكار والابداع بتاعه، علشان كده ما يعرفش يشرحها ابدا، لان شرط اساسي للملزمه ان المعلم هو اللي يكون عاملها. عشان يعملها كويس لازم يكون قرا كتاب للمدرسه. واهم حاجه الخريطه. جغرافيا بدون خريطه هم ولا خبره الاساتذه؟ لازم الاستاذ يكون عنده خبره تصحيح، خبره مراقبه، كل الخبرات دي هامه جدا. احنا عندنا ادي الخبرات، سواء كانت تقديم البرامج التعليمية او الاشتراك في مراجعة الكتب الخارجية او صحيفة الاحوال اللي بتدل على انك انت تخصصك ايه. كل دي هامة جدا جدا جدا. والى اللقاء في المراجعة. ان شاء الله هنبدأ معاكم مراجعة بإذنه تعالى في 1/3 طبقا للخطوط العريضة، وما زال الوقت لصالحكم ان شاء الله التفوق. مع تحيات عبد الحميد حمزة، مع تحياتي. وعايز اقول التفاؤل، ما تمشيش مع واحد يجيب لك تفاؤل ابدا، ولا تمشي مع حد من اصحابك يجيب لك تفاؤل. يجيب ايه تشاؤم؟ خلي التفاؤل سلاحك مع بذل جهد. والغذاء اهم حاجة، الاكل الجيد. في نوعين من الاكل، في اكل يجيب لك اكتئاب اللي هو اكل الشارع اللي هو الملوثات، وفي اكل يجيب لك انطلاق وحيويه اللي هو الاكل الطبيعي اللي في قلب البيت. انتظروني 1/3، ان شاء الله تفوقك بايد الله وبجهدك وبخبرات معلمين. تحياتي لكل طلبه وطالبات الثانويه العامه.